شكرا صديق رشيد الصباحي، زميلتي زملائي، أود بداية أن أتقدم بخالص شكري وامتناني للجنة المنظمة لهذا المهرجان بمؤسسة مهرجان المتوسط للثقافة الأمازيغية، وكذلك لمنتدى تويزا للحوار الحر على دعوتهما لي للمشاركة في هذه الجلسة حول موضوع من الأهمية بمكان، موضوع العلاقة بين الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية من منظور التأمل. وفي الحقيقة مهما كان الأمر يتعلق بتأمل فالموضوع جد عويص ويطرح عدة إشكالات. لماذا اليوم وهنا والآن التحدث عن هذا الموضوع؟ أية رهانات تمثل هذه العلاقة اليوم؟ في اعتقادي قبل محاولة الإجابة أو تقديم بعض عناصر الجواب عن هاد السؤالين أو هاد السؤال العريض، أدعوكم أولا لوقفة نظرية حول العنوان. فالعنوان يتحدث عن أولا في تركيبته اللغوية عن الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، والابتداء بالشرق الأوسط انظر إليه بمثابة استضافة، كما يقول الفيلسوف الفرنسي بول ريكار، استضافة، أننا نستضيف هنا في المغرب في قبلة المغرب العربي من وجهة المغرب الأقصى الشرق الأوسط. هذا شيء في اعتقادي شيء جميل، وأثني على اللجنة المنظمة التي صاغت العنوان بهذا الشكل. كيف نستضيف اليوم في المغرب بلد الأمازيغ، بلد تمازج بين عدة ثقافات وعدة لغات، نستضيف الشرق الأوسط من منظور قلت تأملات. وربما قد يعتقد البعض أن التأمل هو أن نقول ما أردنا وما نريد أن نعبر عنه. لا أعتقد، فإذا رجعتم إلى كثير من المرجعيات الفلسفية فتجدون بأن كلمة تأمل واردة وحاضرة، مثلا عند ديكارت صاحب العقل من ميديتاسيون فيلوزوفيك. كنشوفوا كذلك تأملات مرتبطة بالفكر، كنشوفوا مثلا عند نيتش أنسي بارلي زاراتوسترا، أنها نوع من التأمل. كذلك تأليفاته فيما يسميه ببونسي موفيز. كذلك مثلا عند جون جاك روسو وصديق أحمد عصيد تحدث عن التعاقد، كونفيسيون دان برومونور سوليتير، وهي كلها تأملات فلسفية. إذن هذا يعطي الدليل على أن كلمة تأملات هي كلمة لها حمولة قوية، لها حمولة فلسفية وفكرية، ويخطئ من يعتقد بأننا هنا اجتمعنا لنعبر عن آراء هكذا متفرقة وغير متجانسة. ما أعتقد ذلك. فالتأمل يتأسس على أرضية فعرية، إن لم أقل إبستيمولوجية. لكن ما هو التأمل؟ إذا أردنا أن نقترب من هذا المفهوم ومن هذا المصطلح، ما هو التأمل؟ فاعتقادي التأمل هو استجلاء أفق، استجلاء أفق للتفكير، للحوار، للتبادل، استجلاء أفق، لكن ليس من منطلق باراديغم منهجي أو نظري معترف به أو معروف. أننا هنا لسنا في إطار بسط فكر نظري من خلال نظرية معينة. ليس هذا هو الأمر، ولا يهدف المهرجان في تنظيمه لمثل هذه اللقاءات أن نستعرض هنا، كما أن الأمر يتعلق بدرس أكاديمي، لإطار منهجي نظري إلى غير ذلك. لا، في التأمل أقوى من التفكير النظري، أقوى من الطروحات المنهجية والمصطلحات المنهجية، فهو أعمق بكثير. إذن التأمل هو بناء فكر، بناء موقف، وبناء أفق في إطار علاقة بين المفكر ولا مفكر فيه. فنحن هنا في هذه العلاقة نعيش هذه اللحظة، لحظة التماس بين ما هو مفكر وما هو غير مفكر فيه. وهنا في اعتقادي تكمن الدلالة القوية لمفهوم التأمل،
أي كيف نستطيع أن نحصر الهامش هامش الفكر في علاقة تماسية مع الله مفكر فيه، ونبني ونستجلي أفق للتفكير ونستجلي موقف. وأنا أحيي زميلين صلى الله إبراهيم وسي أحمد عصيد، أن في تدخليهما لاحظنا بأن هناك استجلاف وملامسة لموقف، إما بطريقة صريحة أو مضمرة أو ملتوية، لكن هناك استشراف لموقف ولرؤية جد هامة. وفي معالجتي لهذا الموضوع ومقاربتي التأملية لهذا الموضوع سأنطلق مما وقف عنده صديقي وزميلي أحمد عصيد، فربما قد أحاط الموضوع من ناحية أو من وجهة نظر سياسية بما يكفي في نظري في هذه الجلسة. سوف أعرج على موقف النخبة، موقف المثقفين والإنتليجنسيا، وما علاقة الإنتليجنسيا بالمشروع المجتمعي العربي في على مستوى أفريقيا الشمالية وعلى مستوى الشرق الأوسط. فالآن كما لاحظ ذلك في اعتقادي أحمد عصيد، بأن هناك نوع من الصمت، لا أقول انسحاب، هناك صمت، هناك نوع من التوقف إزاء ما يحدث في العالم العربي، في العالم بشكل عام. لماذا هذا التوقف ولماذا هذا الصمت؟ بينما لدينا في المشرق العربي، في الشرق الأوسط، في المشرق العربي وفي المغرب العربي منذ سنوات، أقول المغرب العربي، لا اسمحوا لي اسمحوا لي، المغرب الأمازيغي، المغرب الأمازيغي، المغرب الكبير، المغرب الكبير الأمازيغي، المغرب الأمازيغي، هذا صحيح صحيح صحيح، راكم فهمتوني أن هذا قصدي. هذا لا نختلف حول هذه الأشياء لا فكريا ولا إبستيمولوجيا. قلت لا ما كانش حشومه، اسمح لي الله يرضي عليك كنوقفك هنايا، قلت لي انا نسحب من هذه المحاضره كاع، اسمح لي الله يخليك، ما غاديش هنايا نتزايدوا، ليس هناك مزايدات، ليس هناك مزايدات في هذا الامر، غادي نتفق عليها وليس هناك مزايدات. طيب طيب، ليس هناك مزايدات، ليس هناك مزايدات، تفضل تفضل اسامه، ليس هناك مزايدات. وانا اتحدث عن الجهد، جهد الانتليجنسيا في بناء المشروع المجتمعي الحداثي الذي وقف عنده أستاذ الصديق أحمد عصيد. إذن قلت لماذا هذا التوقف الآن عن إنتاج موقف، عن إنتاج فكر، إنتاج موقف، إبداء إزاء ما يحدث، بينما المثقف كان له دور أساسي لا في الشرق الأوسط، ويكفي هنا أن أسوق بعض الأمثلة. فأنتم تعلمون مثلا مجلة مواقف التي كان يديرها إنس الحاج وأدونيس غير ذلك، فقد قدمت شيء الكثير من أجل استخلاص فكر تحرري، فكر قومي تحرري، بطبيعة الحال يدافع عن الحرية، يدافع عن الديمقراطية، يدافع عن التعدد الثقافي، عن التعدد اللغوي. هذا موقف انطلق من المشرق بطبيعة الحال، لا أعود فصنع الله إبراهيم هنا حاضر معنا، إلى ما قمت به كثير من الجماعات المثقفة، أبولو، ما قبل أبولو إلى غير ذلك، من الجماعات الفكرية التحررية التي حاولت أن تبني فكر متحرر من كل التيارات الدغمائية ومن كل ما يتسم بالسلطوية وبالتعصب الفكري إلى غير ذلك. إذن كان هناك في إلى حدود الثمانينات كان هناك مد قوي استفادة بطبيعة الحال من التجارب في المشرق وفي المغرب. أكفي هنا بالإشارة إلى مجلة أنفاس التي كانت سباقة في المغرب إلى طرح مشكل اللغة الأمازيغية والتعدد الثقافي. يمكنكم ترجعوا لأنفاس بالعربية والفرنسية. عبد الطيف العبي كان مع إبراهيم السرفاتي، كان من الأوائل، وعبد الكبير الخطيبي من ناضلوا من أجل أن يكون للغة الأمازيغية موقع يشرف تاريخ بلدنا في المغرب العربي
وعلى امتداد المغرب الكبير، على امتداد الوطن العربي من المغرب إلى مصر، إلى تخوم مصر والحدود الليبية. فقلت أن هذه النخبة سواء في هذه المنطقة أو في الشرق الأوسط كان لها حضورا فاعلا قويا من أجل إنتاج فكر قوي تحرري إلى غير ذلك. وأنفاس والثقافة الجديدة أيضا التي أفردت أعداد خاصة ومهمة جدا، والتي من خلالها عبر المثقف المغربي وكذلك جسور لعبد الحميد عقار، التي طرحت أيضا قضايا مثل هذه التي نخوض فيها اليوم بجرأة قوية في وقت كان من الصعوبة بمكان أن يتحدث المرء عن اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية في سنوات الرصاص، وفي حصار، وفي صوت كبير كان عاما في جميع الأوساط المثقفة. كان هناك صمت، كانت هناك شبه مؤامرة حول الثقافة الأمازيغية. فهذه النخب التي لعبت دورا أساسيا من أجل فك الحصار على الأقليات، فك الحصار، وحنا ما قلنا أقليات ليس فقط هنا وإنما أيضا في الشرق العربي. لماذا اليوم تعيش نوع من التواري وتعيش نوع من الصمت المقلق والمحرج بالنسبة لنا جميعا؟ هل انسحب المثقف؟ هل هناك تواطؤ؟ هل لم نستطيع أن ننتج نخبة جديدة ذات جرأة قوية؟ بينما نلاحظ في على مستوى السياق الإبستيمي، على مستوى السياق الفكري، أنك هناك بروز تيارات فكرية تساعد على أن يكون لدينا اليوم فكر متحرر، ما يسمى مثلا بالتفكيكية عند ديريدا وانطلاقا من كتابات ميشيل فوكو، والتي قامت بهدم كل أسس والمصنمات التي كانت يتأسس عليها إما الفكر المخزني أو الفكر التقليداني وكذلك عبد الله العروي، والتي أتت باللبنات الأساسية التي يمكن عليها أن نسير بعيدا في التفكير حول المشروع المجتمعي الذي كما قال السي حمد عاصيد نريد أن نؤسس عليه بناء مجتمع حداثي قوي. لأن اليوم الرهان المطروح وهو كيف يمكن أن نقف أمام الأخطار التي تداهمنا، كيف يمكن؟ فالكل يعلم بأن العالم اليوم يعيش تصدعات كبيرة، يمر بمنعطفات قوية، فهناك جروح في إفريقيا، دول تتمزق، أشار إلى كثير من الأمثلة في هذا الأمر صنع الله إبراهيم. هناك على مستوى هذه المنطقة التي نعيش فيها المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، هناك ومصر أيضا، هناك تمزق قد مس ليس فقط البنى المخزنية وإنما أيضا حتى الشرائح المجتمعية، حيث نلاحظ بأن هناك تقاتل بين نفس أبناء الشعب، والكل ينادي بالتيار الذي يعتقد بأنه الذي يكتسب الحقيقة، بينما الانتليجينسيا حاولت أن تقدم بأن الحقيقة، حقيقة المثقف ليست هي الدفاع عن حقيقة معينة، وإن محاولة تقريبنا من الحقيقة التي كلما اقتربنا منها تضيع عنا. هذا هو الأساس، أن كيف يمكن أن نقترب من الحقيقة، أن نقيس المسافة التي تبعدنا عن الحقيقة. هذا هو دور المثقف، ليس أن يأتي بحقيقة ويقول هذه هي الحقيقة، على عكس المثقف الذي ينادي بفكر معين على أسس أو مرجعيات دينية. فالمثقف اللائكي، المثقف المتحرر، فهو يحاول دائما أن يخرج عن هذه القيود. قلت إذن في هذه الفترة التي نلاحظ بأن هناك فكر تحرري، هناك ما يسمى ما بعد فكر، ما بعد حداثي، والذي ينادي بالديمقراطية، ينادي بين المساومة بين المرأة والرجل، ينادي بحكمة جديدة فيما يخص تدبير الشأن العام إلى غير ذلك. نلاحظ بأن هناك نوع من تواري للمثقف وحضور سياسي وحضور الإدلاجة بشكل قوي، بينما التحديات كبيرة. التحديات، هناك تحدي جيوستراتيجي، هناك تحدي جيوستراتيجي، وعلى المثقف أن ينخرط في التفكير حول هذا التحدي الجيوستراتيجي. في العالم الآن يتوزع إلى كتلات قوية،
لاحظوا الآن ما يقع في أوروبا، وكيف أن الموقف في أوروبا في خاصة في أوكرانيا في الحدود الروسية، أن أوروبا وقفت كجسد واحد ضد روسيا من أجل اتخاذ عقوبات إلى غير ذلك، وبطبيعة الحال إلى جانب أمريكا. فالآن لا بد من تفكير في إحداث تكتلات جيوستراتيجية. إذن السؤال اليوم، كيف يمكن اليوم أن نفكر في إحداث تكتل جيوستراتيجي بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟ هل هذا الأمر ممكن؟ ما هي شروط إحداث هذا التكتل الجيوستراتيجي؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا شيء يمكن أن نعطيه حقيقة على أرض الواقع؟ هناك تحدي تكنولوجي. الآن هناك ثورة تكنولوجية انطلقت بطبيعة الحال من أوروبا وأمريكا ثم الآن في آسيا، لكن ما دورنا اليوم إزاء هذا التحدي التكنولوجي؟ هل نحن قادرين على رفع التحدي التكنولوجي؟ هل نحن قادرين على رفع تحدي مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة؟ لدينا بترول، لدينا طاقات هائلة، معادن إلى غير ذلك، طاقات ومؤهلات بشرية، لكن هل نحن قادرين على رفع التحدي التكنولوجي واقتصاد المعرفة؟ هذا سؤال عريض ومطروح على النخبة المثقفة، بطبيعة الحال مطروح على المؤسسات، ولكن مطروح أيضا على النخبة المثقفة. كيف نطرح سؤال التكنولوجي اليوم إزاء ما يعرفه العالم من تصدعات بفعل التدخل الديني والسياسي في هذا المجال؟ كذلك هناك التحدي ما يسمى بصراع أو صدام الحضارات. ما دور المثقف اليوم والنخبة المثقفة والانتليجنسيا على العموم من هذا الموضوع تصدي انصدام الحضارات؟ ما هو موقف المثقف؟ ليست لدينا الآن طروحات واضحة فيما يخص هذا التحدي الذي ينبغي أن نرفعه. ننادي الآن بتدريس اللغة الأمازيغية على أوسع نطاق، بإعادة الاعتبار لكثير من وجوه الثقافة الأمازيغية على امتداد الجغرافي العربي، لكن ما دفعنا بالفعل أن نعيد الاعتبار لهذه الثقافة التي ظلت إلى سنوات كثيرة مقموعة ومكبوتة؟ هذا تحدي إذن يدخل في بناء مجتمع المعرفة. كيف يمكن أن نبني معرفة جديدة اليوم ليس بالعربية الفصحى والفرنسية والإنجليزية؟ كيف يمكن مادام أن كما يقول مثلا كثير من اللسانيين مثل جاكوبسون وتشومسكي إلى غير ذلك بأن الفكر مرتبط باللغة الأم، فإذا كان الفكر فعلا الخلاق لا يمكن أن يتم إلا على أساس لغة الأم، كيف يمكن اليوم التحدي الأساسي أن نبني مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة انطلاق من لغة الأم وثقافة الأم؟ هذه التحديات كلها جد أساسية في علاقتنا بطبيعة الحال مع الشرق الأوسط، لأن ينبغي أن أثير إلى نقطة أساسية. كان المشرق العربي ينظر إلينا بأننا تابعين إلى الفضاء الفرنكوفوني، وكانوا يعتقدون بأننا لا نحسن التكلم بالعربية، وكانوا لا يعترفون بأن لدينا لغات أو لغة أمازيغية أو لغة عربية تخترقها لهجات، وبأن هذه اللغات تعبر عن الكيان المغربي، تعبر عن الذات المغربية وعن المخيال المغربي. فاليوم حينما يسمعون بأن هناك نقاش ديمقراطي قوي في إطار الثقافة وفي إطار اللغات حول الأمازيغية واللهجات، قد يندهشون بأن قد يعتقدون بأن هناك نوع من بين الانفصام سيحدث ما بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط. لا أعتقد هذا. إذن حان التفكير في بناء جسور جديدة، وأعتقد وأدافع عن هذا الرأي إلى جانب صديقي أحمد عاصيت، لا يمكن أن يتم هذا إلا في إطار فكر حداثي، لا يمكن أن يتم إلا في إطار فكر حداثي الذي سيقوي من هذا الطرح الذي سيكون بإمكانه رفع التحديات التي أشرت إليها. إذن بين الشروط الأساسية التي يمكن ربط الجسور ما بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط هي بناء البنى أو المؤسسات الديمقراطية التي على أساسها يمكن أن نواجه التحديات التي أشرت إليها، سواء كانت آتية من الغرب أو من آسيا أو أي كان مصدرها. نقطة أو ثلاثة وأخلص من هذا التدخل، ربما حان الوقت لنشر ثقافة جديدة. حان الوقت لنشر ثقافة، لأن اليوم ما نقوم به في إطار
العناية بالثقافة أمازيغية، باللهجات، بالمكون، ما يسمى ما كانوا يسميه بول باسكون لا سوسيتي كومبوزيت ديال المغرب، المكون المعقد أو التركيبي للمجتمع المغربي. أنا في اعتقادي هذا سؤال نطرحه أحيانا بطريقة تجزئية. Il nous faut une pensée de la complexité. بحال اللي كيقول إدغار مورين، نحن في حاجة إلى فكر، كيف نسميها سي رشيد أو سي عاصد، دو لا كومبلكسيفيكاسيون، ديال التعقيد. تعقيد فكر. نحن في حاجة. الآن في رأيي ما نقوم به في إطار الدفاع عن الثقافة الأمازيغية واللهجات واللغات، في إطار بناء الجسد المغربي، في إطار بناء المجتمع الشمال الإفريقي في امتداداته إلى شرق، كيبقى غير كافي في رأيي إن لم نحاول في إطار فكر كومبلكسيفي أن نبني هذه الثقافة الجديدة. وفي اعتقادي هي الثقافة التي بإمكانها أن تتصدى إلى كل التحديات وأن ترفع كل التحديات التي تواجهنا اليوم، والتي أشرت إلى بطبيعة الحال هناك معوقات، لا ينبغي أن نفكر في التحديات دون أنسى المعوقات. المعوق الأول هو بناء دولة فلسطين. في اعتقادي دولة فلسطين في اعتقادي ما دام أن المشكل لم يحل فسيكون من المتاهة التفكير في جسر قوي ما بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ستبقى دائما الهوة بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما الحاجة الآن الملحة إلى بناء هذا الجسر، إلى بناء هذا الجسر، لأن دي هو الذي كان عبر التاريخ. فنحن إن دخلنا الأندلس ومكتنا فيها 7 قرون، منين جا داك الشيء؟ أنا جا من الشرق الأوسط. بطبيعة الحال الأمازيغ ديال المنطقة كانوا هما في المواجهة. الآن الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية إذا رجعنا إلى الجذور التاريخية نجد بأننا كان يشكل جسرا قويا على امتداد العصور، وعلى أساس هذا الجسر استطعنا أن ننقل الثقافة وأن ننقل اللغات وأن ننقل الفكر إلى أوروبا. فاعتقادي ينبغي أن ندافع على حل مشكلة فلسطين، كذلك إرساء الأسس الديمقراطية على امتداد الجغرافيا من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط. هناك غياب للديمقراطية الحقيقية، وقد أفصل القول في ذلك صديقي وزميلي أحمد عسيد، ولا داعي للتكرار. لا بد من ترسيخ ثقافة المواطنة، لا بد من ترسيخ ثقافة المواطنة على امتداد هذه البقعة الجغرافية من إفريقيا الشمالية إلى، ومع الأسف هناك غياب شبه تام لثقافة المواطنة. بطبيعة الحال هذا غير بريء، فهناك مكر يمكر بهذه الثقافة كما مكر يمكر بهذه المجتمعات. وبطبيعة الحال لا يمكن أن نبني جسر قوي بدون فضاءات اقتصادية، بدون فضاءات معرفية، والفضاءات المعرفية يبنيها المثقف، يبنيها الشباب، والثقافة تكمن قوتها في إعطاء الكلمة للمرأة، تكمن قوتها في إعطاء الكلمة للشباب، تكمن قوتها في التصدي لكل فكر دغمائي ومحاولة تفكيكه وفتح آفاق جديدة للديمقراطية. هذا ما كنت أود أن أعبر عنه. شكرا جزيلا.